مصيفي. ايه كبيرة بخير الحمد لله. مزيان يحفظك. ما نكدو تصوري لا بث مباشر الاجواء ديال الشتاء. سلام سيدي. الله يحفظك شكرا. إذا المشاهدين هذه جولة بمدينة السدة البيضاء في الشتاء كانت كتصب شوية سحاب إن شاء الله تصب ويجينا تجينا أمطار ديال الخير بإذن الله تعطينا على قد النفع يا ربي وتيسر الأمور لكل واحد فينا يا ربي. صلاح برافو عليك يا اخويا كتسحبونا كنكذبوا قسما بالله الا صبات الشتا وكاع زعما صبات ديال بصح وحبسات ايوا ما عندنا ما نديرو هذا الامر الله مره تصب مره تصحى حتى وكان ان شاء الله باذن الله تجي الله يعطينا على قد الله ينفع باذن الله. اذا كيقولوا اناسي والبرنوسي راه فيه الشتا إذن سنة بيلا كتقول على أن سيدي مؤمن البرنوسي وأناسي الله صبت فيهم الشتا. لا خويا صالح والله ما نتقلق بالعكس الله يا ودي حنا الانسان كيبسط معايا انا راه كنبسطو معاه
اشرف كيقول كاين الشتا دابا دونك الشتا كتصب وكتزحامي فاش حنا ماشي غنقولوا الشتا صب صحه باش بنسموش كذابين الشتا كتصب وصحات راه رجع الماء غير حيت بسوي كلاص اللهم امين الله يجيب لنا الخير والبركه في الشتا يا ربي ان شاء الله باذن الله هتبدا الشتا عاوتاني ونعاود ندير لكم لايف اخر شكرا لكم مشاهدينا المتابعه تبقوا على خير الله يسر لكم الامور يا رب كاملين